السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، كيف حالكم؟ مساكم طيبين، مبسوطين، مستانسين. أخوكم راكان وخلاتهم جيمز هنتر، حلقة جديدة وجيم بلاي جديد، لعبة توتال وور وور هامر، الحلقة رقم 9. طبعا تنبيه بسيط، الموضوع طريقة استخدام جيش الواق. أنا جبت أم العيد الحلقات اللي راحت، نوعا ما مو كثير. كيف؟ أني يعني جيش الواق فكرته أنه يمشي مع الجيش حقك. طبعا هذا تنبيه من احد الشباب في التعليقات، قال مو لازم انك لازم اذا طلع جيش الواق انك تأشر جيش الواق يروح لجهة معينة، سواء على جيش او على مدينة، هو في الاساس يمشي مع الجيش اللي يخرج منه. فانت ممكن تحط تارجت وممكن ما تحط تارجت، ممكن تحط هدف يهجم عليه، ممكن لا، فعلى حسب انت وش رغبتك ممكن تستخدم هذا الجيش. فيختفي جيش الواق باختفاء السعادة في هذا الجيش. السعادة في هذا الجيش إذا نزلت مثلا إلى هنا يروح جيش الواق. أوكي، فمبدئيا بنخلي جيش الواق يهجم. أوكي، يروح زي ما يبغى. شايفين كيف؟ هذا هو جيش الواق طبعا، حيث إنه ما يكون واقف هذاك الجيش ما راح يتحرك من هناك، حيقعد عشان بابلك أوردر والأشياء هذه. تورن هذا ما عندنا شيء نسويه يعني. جريم جور راح يقعد يضبط باب الكوردر هنا. برضو دراغ بيجلس هنا عشان باب الكوردر يضبطها. و كلان فريند يسمونه جناش راك برضو بيجلس المنطقة دي عشان يضبطها. فعندنا كاراغاز جول فيها جيشين، والمدينة ذي فيها جيش، والمدينة ذي فيها أيضا جيش. مو كأنه كان فيها أربع جيوش، وش صرحنا واحد يعني، ولا هذا جاي هنا، ولا الزبدة اللي عندنا بس ثلاثة جيوش حاليا. عندنا ثلاثة جيوش، وهنا في طبعا جيش الواق ب1561 جندي، عدد كبير جدا من الجنود مطورين ليفل 4. خلينا نروح نشوفون شغلهم عند الاخر مدينة لكاراك الزول، اول شعب نقضي عليه من شعوب الاورك. المنطقة هذه تقدرون تقولون فاضية، وصلنا لسعادة عالية جدا. الدخل بدأ يرتفع بعد الدمار اللي وصلنا له الحلقة اللي راحت بالدخل، بس ضبط. فبما اننا نلعب على اعلى صعوبة، فواحد لازم يتوقع ايش هذه كلها قاعدة تصير. وبدايتنا لا زالت ممتازة بوارهامر، بدأنا نفهم فكرة اللعبة إلى الآن لا بأس. ما حاربنا لشعب الدورف فقط، من كل الشعوب ما حاربنا الدورف. أيوة، يمكن شعب البشر ذا اللي أكل تبن بعد ما طلع هذا الشعب، اللي أنا أتوقع الآن ممكن أسوي معاه علاقات. خليه هو داخل في حرب معايا، لأننا مسحناه أول سبب، بس ما مسحناه، سوينا كونفدريشن معايا، المفروض ما يزعل مننا. خليه زي ما تقولون إيش يعني في ظهر الدورف يبهذلهم، ما عندنا أي مشكلة. أهم شيء المنطقة ذي لا أحد يقربها. ونهيتور طيب، جرين سكن واق متوجه الآن للمدينة ذيك. نتيجة توجهه قاعدين نشوف انه دورف قاعدين يعانون من تسمم، او كان بي موف من ديسابلد، عندهم مشاكل. هذا قاعد يسوي ريدنج، دخله 1330 من الريدنج، يعني قاعد يزرفهم، يقطع الطريق عليهم ويدمر الشعب حقهم، ياخذ عليها فلوس. عنده قوات، بما انه هو يعني من الشعوب والوحوش الخضر السفج البادية، فبالتالي عنده قوات السفج. السفج طبعا ما فيها درع، درع لو تلاحظون كلها صفر، بس تتميز بهجمات غير طبيعية، ولاء مرتفع نوعا ما، هجومهم خرافي لو تلاحظون الملي اتاك حقهم فوق 30. في حرب بين شعوب الدورف، في حروب، وأيضا حرب مع الدورف مع التوب نوتس
توب نوتس هذا شعب معانا دخل الان في حرب ضد الدورف اللي هم هذولا. كيف هم الان؟ ايش هذا؟ جاي وضعية سريعة هنا بالطريق هذا تواجه معاهم، هذا العاصمة حقته. وحنسوي معاه كونفدريشن اذا قدرنا، اذا ما قدرنا نحاول نتحالف معاه في وجه دورفز. وهذولا كلهم داخلين في حرب ضدي. الدخل بدأ يرتفع لاننا بنينا مباني اكثر للشاني ستاش هذه، فهي تجيب لك ايش دخل اعلى. هنا ودنا بوس تنت لانه لاحظ الببليك اوردر وقف صفر، لا هو طالع ولا هو نازل لكنه سالب. فالبوس تنت في المنطقة هذه ضروري جدا، انما ما عندنا المبلغ الكافي من اجل تأدية هذه المهمة. فبالتالي ما دام هو صفر معناته حلو، لو تجيب جيش هنا بس بيضبط الوضع. فهي يبيلها جيش بس. المنطقة ذي يا دوب وقف بابل كوادر على حاله، والمنطقة هذه كذلك نفس الشيء. فهذه يعني تورنات يعني تثبيت مبلغ اوردر. انا ممكن اجي هنا، كيف اقول لكم، الجيش هذا بس الواضح يعني اهم شيء الفايتنس ما نبغى يطيح اكثر من كذا. اوكي هذا اخر تورن للجيش هذا هنا. طيب سبايت بيك ما انا بنطلع جنون زيادة كذا يكفي، بس لازم نحارب. فبعد دعس الجيش هذا اتوقع راح يمدينا يعني نشوف علاقتنا مع ذا. فامباير بعدين عننا. هذا شعوب الدوار بشكل عام، هذا جرين سكنز سافج اورك ترايب. حلو بدأنا نتعود بالحلقة هذه على فكرة اللعبة. ما في اي شيء نقدر نسويه غير ان ننهي التور، لانه نحتاج التورين هذا ننهيها بدون ما نسوي اي شيء. لانه تونا خرجنا من موضوع الازمة اللي مرينا فيها قبل شيء. جيش الواق ما ادري ايش كان يسوي، جاء هنا الان يسوي ريدنج غريبة. غريبة ما هجم على المدينة. هنا صار في عندنا population surplus، بدنا نبني هذا ال growth. سلام ما بين الدورفز الاثنين، معناته المنطقة ذي الآن معرضة للخطر، لأنه الحين حيتفضون له من جد يعني، خصوصا الشعب ذا اللي ورا حق البشر من جد هذا اللي بيسويه. طيب حلوين حلوين، هذا الجيش قاعد يسوي ريدنج، بس انا مش استفيد من الريدنج. هذا الجيش جاي وضعية مارتش. طيب هنا وش فيه؟ في الا الضعوي، خلي جيش الواق زي ما هو. بابلو كادر هنا ممتاز. طيب المنطقة هذه كذا 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 كراكازول، المنطقة هذه ممتاز وضعها، لكن هنا مو مرة.
نبغى ايش نظبط موضوع الببلك اوردر اكثر. حلوين ودنا نوصل الجيش ذا هنا الكبير لما نسوي الكوست هذا، وبعدها نهتم في المنطقة ذيك حق دورف حنخش معاهم في حرب. هذا الشعب لازم ننهيه بسرعة لأنه يعني ما نبغى نمسخها معاه. فهنا شوف شو نقدر نسوي. الجيش ذا اتوقع ممتاز، يكفي يوفي اكثر من اللازم. بعد لو دخلناه على المدينة ذيك يكفي يوفي اكثر من اللازم. نخاطر في الببليك اوردر هنا بس عشان نخلص على الشعب ذا بسرعة التور الجاي، ما نمسخها اكثر من كذا. نشوف ايش بيسوي الحين. ممكن ناخذها ذي هذا الحين ما ادري ايش يبغى يسوي. طيب بيعطيني 600 بيسوي سلام الشعب هذا، ما عندك مشكله. حلو، جيش الواقع الظاهر اخذ ذيك المدينه. ايوه حلو، معناته ما اضطرينا نستخدم الجيش حقنا. طيب بروفنس سكيورد بالقواتر بالكامل صارت تبعي. فاكشن ديسترويد، تم تدمير الشعب ذاك اللي هو كراك زول. هيرو ريكروتد اد بلاك راك، طلع لي بطل في بلاك راك المنطقه المركز الرئيسي حقي. هديه نايت جوبلين شمان. طيب هذا الشعب الان بندمره، قاعد يسوي ريدنج سافج اورك. فهذا طبعا لا وش ذا ايه. دخلنا في حرب ضده. نوقف هنا ولا نرجع الجيش ذا هنا؟ اوه يا ريل سالب 15 وات ذا هيل. سالب 2 هذا جاء هدية. بطل، طيب يا بطل اسمع يا بطل. Deploy hero إذا سوينا deploy modify construction cost in the local province while deployed hero cannot be against. طيب when deploying planning يعني إذا حطيته بوضعية السيطرة في المنطقة بيقلل لك تكلفة بناء المباني 10% سالب 10%. وهذا الشيء يا حلوين نحتاجه هنا مثلا. ليش؟ عشان نبني هذا المركز فنجيبه هنا. شايفين؟ بعدين نسوي ديبلوي نشوف هل فعلا بيقلل التكلفة. هو 1500 الحين صار 1350، سوالي خصم 1000 سوالي خصم 10% من 1500 طلعت 1350. نبنيها تورنيل بوستنت بيضبط الأولاء هنا، فبالتالي ما يحتاج في المنطقة دي أحط جيش. أوكي فبالتالي نقدر نسحب الجيش حقنا ذا ورا، وطبعا بوضعية المشي السريع دي نرجع المدينة صارت سالب 10 بحيث الثور الجاي تصير سالب 90. يعني هنا بيطلع الجيش عبيد اتوقع كذا ولا كذا يعني غصبا عنك يعني. هذا قاعد يسوي مارتش، هذاك البشري هذا شعب البشر سوى سلام معايا واعطاني 600. الان اللي العدو القادم اعزائي المشاهدين هو الدورف، هذا الدورف الشعب هذا شو اسمهم؟ اسمهم دورف، هذول اصل الدورف اصل شعب الاقزام. عندهم 10 مناطق
وقوتهم ترتيبهم في الخريطة كلها في العالم الرابع، أنا ترتيبي كم؟ الثالث، يعني أنا أقوى من الدورف. شايفين كيف؟ على مستوى الخريطة في العالم كله إلى الآن، ما أدري هل العالم المكتشف اللي أنا اكتشفته ولا العالم بشكل عام اللي حتى الكمبيوتر يعرفه بس أنا ما اكتشفته، ما أدري، بس ترتيبي إلى الآن الثالث في القوة. وعندي تقريبا كم مدينة؟ كم مدينة عندي أنا؟ كيف تعرف؟ مفروض يطلعونك هنا يعني يعلموك. جرين سكنز عندنا تقريبا هنا تجي بروفنسس، بلق ووتر 4، ديث باس بالكامل حقتنا 3، 7، 13، وهذه مو بالكامل لنا 13 منطقة، يعني هذاك 10، يعني احنا اقوى منهم برضو بالمناطق. المنطقة الرابعة هنا في الايسترن باد لاندز، عشان كذا محط لي بيت مكسور لانه مو كلها تبعي، ولو كانت كلها تبعي الدخل بيزيد منه بشكل عام، اللي هي هذه كروكت فرانكفورت تبع خويي، تبع خويي، فما اقدر اسوي شيء ضده الا كونفدريشن. كونفدريشن ما يمدينا نسوي ضد هذا مع هذا كونفدريشن، يعني ما يمدينا ندمج معه. طبعا لا احد يسالني ليش السبب، السبب انا اتوقع واضح، يعني ليه؟ لان انا جرين سكن ترايبز قبائل، هو يعني قبائل وحوش خضر من نوع غير، هو من نوع غير، هو سافج وانا جرين سكنز، سافج اورك وجرين سكنز، هذول زي ما تقولون اورك المنظمين، انا الاورك المنظم، هذول الاورك الهمج حقون الباديه. اوكي، بس مو باديه، يعني باديه وصف خطا حقون، يعني كذا عايشين في الشارع، يعني عرفت، ما لهم مدن، ما لهم شيء، يسمونهم هورد، هورد يعني ما لهم مدن، يعني يعيشون في الباديه يتنقلون. اوكي، و سافج، سافج بالانجليزي يعني همج، اوكي، يعني شغلهم تدمير وتخريب، بس ما عندهم ارمر، ما عندهم دروع، ما عندهم شيء زي كذا، بس دمجهم خرافي. المنطقه ذي برضه نحتاج فيها بوس تنت، لاحظ ما عندنا بوس تنت اللي يضبط الولاء، ويبغى لنا 1500. هل بيعطينا توب نتس؟ توب نتس بيعطينا فلوس؟ بنشوف اذا بيعطينا فلوس او لا. ما في امل يعطينا فلوس. طيب من الشعوب اللي داخلين ضده في حرب؟ هذا الغبي تونا جاي بتدمر، وهذا والفامباير كاونتس. طيب طبعا انا بالنسبة للقوة تقريبا انا بدأت صاير قوي شوي، وجيش الواق هذا صراحة شيء جميل صراحة، هو الحالة الحين اتوقع بدعس الشعب ذا اتوقع. طبعا المنطقة هذه صار السالب بعشرة، لاننا اخذنا فيها مدينة جديدة اللي هي ديف جورج، وبالتالي يعني نبني هذا المبنى عشان يجيب دخل اكثر، ونشوف كيف يقدر يفقع وجه الشعب ذا. هل جيش الواق بيفوز على الشعب ذا؟ ما ادري والله. انا اتوقع ما راح يقدر يفوز، فبالتالي نشوف عاد يمكن يرسل له احد الجيوش وحيقعد يسوي ريدنج، لان الريدنج بين وبينكم انا غلطان اني رجعت الجيش ذا، هذا كان غلط كبير، بس ما عندكم مشكله، ممكن نطلع فيه جنود زياده. ها بدينا نطلع، ليش؟ ايه هنا بدينا نسوي ادكس الحين. ايه بنسوي ايش؟ الجروث والاوبيدينس ولا الانكم اكستريشن؟ لا، اللوكال ريكروت كاباسيتي والكروت مكوز صار 5 فور لاند يونتس. هنحاول نساعد موضوع الجروث والاوبيدينس. هنا برضه ماشيين على الجروث والاوبيدينس، نشوف كيف. طيب كلهم الحين يبغون سلام،
عشان صرت قوي. انقلع على الله راسك 300 اجل. هذا بيحارب الحراس مع جيش الواق. بندخل معركة نشوف ايش نقدر نسوي، المفروض نقدر نفوز يعني. بس المشكلة جيش الواق ما راح اقدر اتحكم فيه ولا نشوف الحين. هل راح اقدر اتحكم في جيش الواق ولا اذا يمديني؟ يا سلام، هذا الوحدات ما منها اي فائدة صراحة. بس جيش الواق وحداته خبيرة، واغلب جيش مرمى. اوكي، وما عندهم دروع، ف نشوف كيف نقدر ندمرهم. نستفيد من جيش الواق اكبر استفادة ممكنة، المفروض نقدر نفوز يعني. تكون معركة في الشارع، ما راح تكون داخل مدينة. جيش الواق عددهم 1000، هذول ما ادري كم، سيمو بالعدد، هي ليست بالعدد. فالمفروض نستغل الرماة، اذا عندنا رماة، انه ما عندهم ارمر، بس عندهم رماة بالهبل يعني. لو شلنا الرماة حقونهم، العموم جاب لي جيش الواق مع جيش الحراس كلهم دمج لي هم. خلينا نشوف جيشهم. هذا اول مرة العب جيش الواق صراحة. هذا جنرال، جنرال اوريدي مبقس، بنحافظ عليه ما يموت. اوكي، ما ادري اذا مدينا نجي من الخلف، لا ما مدينا. طيب، هذا قوات بنحاول نستفيد منها اكبر استفادة ممكنة، اللي هي ايش؟ الجوبلن وولف رايدر ارشرز. اوكي، او رايدر ارشرز، هذولا بديك تطلعهم من الخلف تسوي لهم غدرة كذا. اوكي، ما يجون من هنا الا يجون. هذولا قبل وولف رايدرز، هذولا معاهم سيوف. اي اوكي، زي ما تقول حقة صدمة. فنقدر نجي وننفض امهم نفض هنا. ذولا عندهم ارمر، لكن ذولا كلهم ارمر صفر 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 صفر. حتى ذيل ارمر 25. طيب، افضل شيء نجيبه من هنا. شايفين كيف سافة الرمي؟ مو مرة حلوة صراحة. حلوين، الجيش الواق مدمر شوي، بس انا عندنا ايش؟ ارمر. بنبدأ من فوق. سبيدز. رتبهم كذا. الجنرال ما نبغى يموت. ايوه، والرماة طبعا يعني يا ليت نقدر ايش طلعهم بشكل حلو. قدموا مع هذولا. اوه، ما رتب جيش هذا. طيب، نهدي الوضع شوي. لحظة، خلنا نبطي. ايه، ما نبي نخسر زي ذيك المرة بالاستعجال. ما نبي نستعجل، ما وراني شي. الوحدة ذي تعالوا هنا كلكم. الرماة نبغى نخليهم مرة متوسعين. هذا الوحدة وانت يعني تعال بخ هذول من ورا كذا ولا كذا. خلينا نشوف كيف شكلهم البطيء. بناخذ راحتنا في المعركة ذي، حتى لو تروح حلقة كلها ما عندنا مشكلة. شايفين كيف
الذئابة لفت تقتحم الوحدة ذي. هذا وحدة صدمة. شوف طيرناهم بالرماة، ان ارمر ما في، جت وحدات الصدمة حقتنا طيرت منهم الى الان شيء بسيط، معناه بخليهم ياخذون راحتهم. هنا نوقف، ما راح نتقدم، لكن افضل ايش نتقدم لانه حيقدر يرمون الرماه. الحين نمسك الوحده ذي، تعال مع ذولا. هنا بدأ الرمي، وحدات الصدمة ذي مسكت الوحدة ذي وشغالين عليهم متدهرين. ايوه اترك الرماة، اترك الرماة، ركزوا على الوحدات اللي عليها الكلام. الرماة حقنا اشتغلوا هنا، طبعا شوف مقياس القوة فوق، هم الى الان اقوى. بنخلي الرماة حقنا بما ان ذولا ما عندهم ارمر يطيرونهم، هذول اكثر شيء دمج عندهم تقريبا، اكثر من الرماة حقونهم. بما ان الرماة عندهم خبرة يستلمونهم واحد واحد. انت امسك ذا، وهذه عاد الله يعين. تعال هنا الجنرال، خلك واقف، امسك ذا، امسك ذا، امسك ذي. البتاع هذول يعني بيطيرون ذي لأن عندهم وضعية الانسحاب، فما عليك ما راح يجيهم شيء، بيرمون عليه شوي شوي. شوف كيف، شوف الأشكال حلوين. هذا الوحدة ما أدري إيش قاعد تسوي، تعال هنا يا بابا حلوين. يعني شلنا شيء جيش كبير من عندهم، شايفين كيف، شايفين كيف الرماة طير وحدة بالكامل من هذه. الحين أنت تعال يا بابا هنا، هذا الجنرال ما نبغاه يعني. هذا وش ذا الجنرال ذا؟ يعني شكله خش. الحين نسوي تركيز شوي. الرماة حقونهم بنرسل لهم الوحدة. تعال تعال تعال, تعال هنا، تعال هنا. انتم اي على ذي فاهمين، وانتم نفس الشيء على ذي. ها ما خلصتوا؟ اتخلهم يروحون، شل منهم شيء كبير حلو. تقريبا الوحدة ذي ما عاد باقي منها شيء بسيط، قرب تروح. اشغلناهم، اشغلناهم حلوين. هذه وش الوحدة؟ نفس الشيء، وحدات صدمة، ضيعنا وقت طويل معاها. طيب تعال هنا يا حلوين، هذول ماسكين ذي يعني إلى الآن لا مجال المقارنة صراحة. هذول قفطونا، أنتم أمسك ذي الوحدات، أنتم تعالوا فوق الجبل. هذه الوحدات والله ما أدري، اصقع ذا، وانت انت اصقع ذا، وانتم الجنرال، انتم كلكم طيروا ذي، دمجهم خرافي. وحدات الصدمة بنجيبها هنا. نبغاهم يعني بسرعة يوصلون عشان يطيرون على الرماة. رماتهم سووا لنا شغل معفن، نحاول ندمج قد ما نقدر حتى لو نزمنا يعني ما نطلع، يعني خلينا اليد الايادي على قولتهم. خلينا ايش نسوي حركة كذا، خلاص الحين عاد ما ندري
قفة طابنا بس ما عندنا مشكلة. خلاص الولاء طبعا ما مرة ما في ولاء يعني. شوف الولاء ما في ما يعني انعدمنا من الولاء الخايس ده بس يعني طيرنا لهم حوالي 300 جندي. حلو راح جيش الواق بس اخذ مدينة ودمر جيش. هارد هاز بين اوبزرفد نير باي ماي لورد ذي هاف مارش انتو ذير هول سيفيليزيشن انتو درايف ذيم اواي اف ذي اتيم تو سيكيور لاند سيتلمنت ساكت. زرفوا مدينتنا ذي واخذوا منا 700. الواق راح اوكي. هذا هو الجيش المعدوم. اوكي هذا وش جنرال جديد ذا. طيب هنا الوضع يعني خربان خربان على قولتهم. هنا الوضع زائد واحد برضو. طيب ما دام خربان خربان خلنا ايش وضعية المشي السريع وش وضعها؟ لا ما تنفع. خلنا نتقدم عليهم على ما يقولون. شوف قاعد ياخذ مني 1540. جيش 19 واحدة. طيب خلنا نخربها. ما عاد في فلوس اصلا. طيب حلو ما عندك مشكلة. الجيش هذا جاي طبعا عليهم جيشين. كل ما نخلص من علة يجيك العلة اللي بعده. الوضع هنا ممتاز. الوضع هنا لسه البوست انت قاعد ينبني. هذا الجيش الكبير عاد جيش الواق. قبل الولاء عاد عنده قاعد يطيح بشكل غير طبيعي. طيب وين نودي ذا؟ لازم نحرك لانه كذا حيض يعني الوضع ما راح يكون زين. بطز بالببلك اوردر نحرك. المفروض من اول نحرك. يو هاف دامجد بيلدينج ريكواير ذا فولوينج بروفنس. طيب هنا المبنى مدمر عشان اصلح يبغالي يعني 750 بس ما يمديني اصلح. ايش تبغاني اسوي يا اخوي؟ نهي التور بس. الشعب ذا ما ادري وين طلعنا صراحة. اوه جو جيش ثوار. حلو. طيب وش ذا؟ جيش ثاني ذا؟ اوه هذا الواق حقهم. الله يلعن ابليس. يا ليل. واق ماي لورد از كنسابل وورد كنسابل تسكت. طيب كذا النظام. خلنا نستغل الوضع. ايه ما فينا نستغل الوضع. نرفع الولاء حق الجيش ذا بالمعركة ذي.
طبعا ما بنحاول قد ما نقدر ما نسوي اوتري سولف عشان ما يدمرون لنا هذا. ما عليكم، الوضع تحت السيطرة ان شاء الله. بنجيب الجيش الكبير انا هو المفروض اطلع طز بالانقلابيين ذولا فيك فيك يعني. ف طبعا بما اننا قاعدين نلعب على صعوبة لازم يقرفونا شوي. احنا جايينكم الزلايب، عندنا مقلاع معفن ما يعرف يطلق هذا مقلاع حق سور اكثر شيء. طبعا نخليهم لين يجون، خلي مقلاع يفقع وجيهم لين يجون. الجيش ذا بنمسح اكثر شيء. طبعا حلو هذه الوحدات انك ايش تمط ابوها مط كذا عشان تاخذ راحتها يعني. تجيبها تمطها تشذا، شفت كيف؟ سبيرز وولف رايدرز، خلى المقلاع يطلق زي ما يبغى يطلق. كذا النظام. طيب اجل يلا كله يتقدم ولا احد يطلق ولا طلقة. اصلا انتم اتركوا مقلاعكم ذا وتعالوا معنا. نجيكم يا حبيبي نجيكم. سبيرز رماه جنرال، وهنا عندهم وحدة صدمة. جنرال هدى الوضع يا صاحبي. طيب بدأ يسوون ريفورميشن. اي صح الجنرال جبنا له البتاع ذا الخيل حق الخنزير يا حبيب قلبي. طيب يلا خش. انت خلنا خلك واحدة صدمة مع واحدة صدمة. هنجيب لهم ترول، ترول الثاني يجي هنا بسرعة. هذا وش ذا؟ سبلاش اتاك باور. ودش طير يا عمي. طيب تم إبادة الوحدة دي. نشيل الرماح حقونهم.
راح فيه هذول، راح فيه، ارجع 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 ارجع. الله ابو كلب مره الولف رايدر هذول الزبده، شيلوا ام الجنرال. نجحفلهم بالترولز. والترولز الثانيين نفكهم عليهم. بس الجنرال بدأ يموت. والله هذه صراحة معركة كلهم على ذا. وين هو؟ طاح. هذا هو. وش ذا الجنرال اللي ما يموت؟ فين كيف مطرانا مطر؟ ايوه. حدهم حد عند السور. يلا وش ذا؟ شيل عمي. مسكوهم. طبعا احس انه معطينا الجنرال قوة غير طبيعية صراحة. بس شاله مننا يعني 137 يعني، عشان منه من 179 سنة ولا لا زفت، لأن الجنرال حقهم فطس. فا يعني ترولز هم اللي اشتغلوا لأنه سريعين الترولز. ناخذهم نتربلنشمنت. عاد هذه كذا طبعا بيضبط الببليك اوردر هنا بكل بساطة. نقدر نسويه نرجع الجيش في المدينة. يا دوب الببليك اوردر ضبط بعد مو مرة. هنا بدأ يرتفع لأنه خلص البوستنت انبنى. الجيش الكبير جاي بالطريق إن شاء الله. ينهي المسخرة اللي قاعدة تصير هنا. الببليك اوردر هنا قلنا ايش طايح، لأنه في مباني تكسرت، وبالتالي هذا الشيء عدمنا شوية. لازلنا يعني نقاوم المناطق ذي. الجيش ذا بدنا نطلع فيه زيادة جنود صراحة. Yeah, right.
ايوه نحتاج الاورك بويز ذولا، عندنا ترولز عندنا رماح حلو. طبعا الواق هنا ارتفع بشكل كبير، التورن الجاي بيكون يعني مرة عالي، كسبنا خبرة، فاحنا نحتاج هذه الانقلابات. تونا نتوقع استوعب الشيء ذا صراحة، نحتاج يطلع يعني جيش شو اسمه، يعني جيش انقلابي عشان تحارب وترفع الواق حقك. شايفين كيف؟ توني استوعب الشيء ذا، شيء جميل.